هعرض لك صورتين، هتختار صورة والصورة دي هتكمل معانا للي بعديها. ماشي. يلا بينا أول مجموعة معانا. ماشي. مين في دول لو عملت معاهم ثنائية درامية تكسر الدنيا؟ أنا بحب الاتنين جدا. لا اختار واحد، لازم أنا اختار واحد عشان يوقف. سقا سقا حبيبي وعزة بحبه جدا. لا ايه منهزر ولا اعمل معاه؟ عز ولا سقا؟ يلا لا الاتنين، لازم تختار واحد. ما هو أنا بحب الاتنين فعلا حقيقي. ماشي. أنا مثلت مع السقا وروب اضطراري، وعملت مع حصان الأسود، مثل مع عز. يبقى أحمد عز. أحمد عز مكمل معانا. اللي بعده بتصعب، عز ولا كرارة؟ كرارة أخويا برضه يعني. كرارة عملت معاه كلبش، وعملت معاه الاختيار، وعملت معاه روب اضطراري، فاختار عز. عز بقى يعني كرارة أخويا، بس طبع. احنا مثلنا مع بعض، اختار عز. عز تاني مكمل معانا. اللي بعد عز ولا محمد رجب؟ محمد رجب انا بحبه برضه. عز. عز مكمل معانا. اللي بعده عز ولا طارق لطفي؟ عز. اللي بعده عز ولا كريم فهمي؟ انا بحب كريم برضه بس عز. اللي بعده عز ولا عمرو يوسف؟ عز. عز كده. عز اخد الرهان. عز فكرة بحترم احمد عز جدا. لا جبار يعني. اكتر حاجه بتحبها له ايه؟ كل حاجات، كل افلامه بحبها. بحب ولاد رزق، وبحب الخليه، وبحب 365 يوم. بحب تعاون بينكم قريب؟ لا والله خالص، بس انا بحبه، بحب عز يعني. بحب بحترم مجهوده، في دقوق في الشغل، ومركز في شغله بس، ومالوش في مواطرات. عمري ما سمعت يعني عمري ما سمعت ان هو ليه تصريح بيجرح في حد. قافل عن نفسه بالظبط. راجل ورياضي نجم يعني.